حاسم فيك النار والنور النار والنور في محفوظة الحمام النار والنور في محبوبة الجمع طب هو الكرومبي انا عايز ازرع امتى يا عبده؟ لا والله عايز ازرع في شهر 10 في شهر 10 اه طب في غيرها يتزرع في وقت ثاني يعني من شهور السنه؟ البلدي 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 عايز ازرع في 7 8 اه زرع هجيني ده اسمه زرع هجيني ده؟ هجيني اه في شهر 10 ياخذ 3 شهور على الارض 3 شهور على الارض ياخذها اه طيب ازاي نعرف ان الكرومبا يعني استوت وتمام يعني وجاهزه القطع يعني؟ يبان بعد ما تلف الكرومبا الجسم حجمها يعمل حجمها حجمها اكبر و حجمها ولفت الكرومبا ولفت الخطه دي اه بينا من الكرومبا نضجت والزرع ده يطلع واحد كله على بعضه مش هتقعد تنقي فيه بالكرومبا زي البلدي اه اذا كنت تنقي ايه تاخذ سهل تخش على العربيه تحمل اوراق على طول يعني هينضج مره واحده يعني مره واحده يطلع مره واحده غير البلدي البلدي على مراحل يعني البلدي ده مطول اه تقعد تنقي لوحده طب يعني كده البلدي ياخذ فتره طويله في الارض معاك ياخذ من حوالي من 5 شهور لستة من 5 لستة انما ده 3 بس ده 3 اه 3 وزرع طب انا يعني سمعتك هتقول اني الندى هيأثر على الكرومب انت لما تجي تقطع يعني دلوقتي اه يعني انت يأثر عليك التحميل لو انا عن حمل في التحميل اه مجرد ما انا مثلا اخذ رمبه زي دي لو مسكتها ولفيتها الواحد على العربيه اه او حطيتها هنا مثلا قصها من غير عدد هتغور قدر هتقسمك هذه الفكره يعني عايزينها يدبل شويه عشان الموقع تحتفظ بالورق ده جميل لكن لو انا هنطلع بعد الظهر او الساعه 9 ما فيش حاجه في يعني انت عشان بس انت عشان هتطلع في الصبح البدري بدري. اه طب بيفرق الارض لو كانت سوداء او رمليه يا عبد الرحمن في زراعه الكرنب؟ الارض الجيده لو مكان لو حوض حيبان في الزرع اه يبين لك ان الزرع لو حوض ضغط عليه الماء يبان في نقطه خليها ضيقه يعني يحب الارض الجيده مش الكلام يحب اي ارض جيده الصرف اي ارض جيده الصرف يعني حتى لو كانت رمليه اه لو كانت رمليه وجيده صرفها جيد ورمليه ارض كويسه جيده اه ما يتاثرش في حاجه فيها تمام
بالنسبة للأكل والطعم، يعني هل في فرق بين الكرومب البطة والبلدي؟ لا بالبلدي، لأن الورقة بتاعت الكرومبة دي ورقة شديدة، اللي هي البطة دي شديدة، دي ورقة خارجية مش هتستخدم، بس دي أصلا ورقة سميكة وشديدة. في ناس طبعا تقول لك أنا ناخد الكرومبة النهاردة خليها يومين تدبل ورقتها زي كده، على حسب كل واحد وحكايته في طب هل في نصائح ممكن نقدمها للإنسان العادي اللي رايح يشتري كرومبا من السوق؟ يعني يعني يشتري ايه الكرومبا اللي يشتريها وايه اللي ما يشتريها؟ والله هو حاليا في السوق اللي حاليا ده ما فيش غير ده، تمام. هو الراجل لو عايز الكرومبا يعملها يوم الخميس يشتريها النهارده، خليها في البيت يومين تدبل، هتبقى سالة، وهتبقى يعني لما تدبل الكرومبا تبقى يعني سهله، مش ورقها مش هيتشرح، لان هي ما كنا شفان الورق بتاعها يتشرح، ورقها شديد، شديد يعني شديد ورقها، لكن شديد. لو دبلت هتبقى غير النار والنور، النار والنور في محفوظ الجمع. جميل خالص، بارك الله فيك عبد، ربنا يوسع عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام.